مساء الخير، مساء الفرح ومساء السعادة على كل مشاهدي قناة سي تي في في كل مكان. برحب بحضراتكم في حلقة جديدة وبرنامجكم من يجدها. حقيقة حلقتنا النهاردة موضوع هيهم كل واحدة فينا، ازاي ناكل بشكل صحي في الصيف، ازاي نستمتع بالأكل لكن في نفس الوقت ما نضرش صحتنا. كلنا طبعا في الصيف خروجات وفسح وحاجات كتيرة قوي، وكلنا حابين وأنواع فاكهة كتيرة قوي، لكن للأسف أحيانا إحنا اللي بنضر نفسنا بنفسنا. النهاردة في حلقتنا هنعرف إزاي ناكل بشكل صحي، وإزاي الأكل يكون سبب بركة ونعمة كده لجسمنا، يعني الواحد ما يتخنش في الصيف زيادة. لكن طبعا بعد هنتكلم عن الموضوع ده بعد ما ناخد في مقدمتنا تليفون في موضوع برضو بيهم كل بيت الحقيقة الأيام دي. كل بيت وإحنا أيام قليلة خالص بتفصلنا عن نتيجة الثانوية العامة. الكل تعب، البيت تعب كله، الأم والأب والطلبة والإخوات، حتى اللي ما بيمتحنوش ثانوية عامة برضو تعبوا، والحقيقة كان في شوية قيود برضو عليهم. لكن خلينا نعرف يوم النتيجة المفروض نعمل إيه، الأهل يستقبلوا النتيجة إزاي، والطلبة نفسهم يستقبلوا النتيجة إزاي. من ضيفنا اللي هيكون معانا عبر الهاتف معانا دكتور أمير يوحنا، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية. ألو. أهلا، مساء النور، أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك. الحقيقة أيام قليلة قوي بتفصلنا عن نتيجة هنقول اللي بتحدد مستقبل ناس كتيرة قوي، الطلبة الحقيقة، طلبة الثانوية العامة. زي ما قلت فعلا الكل تعب، البيت تعب، والأهل طبعا صرفوا وتعبوا يودوا دروس ويرجعوا من الدروس، والحقيقة يعني مفيش أب ولا أم بخل عن ولاده بأي حاجة، بمجهود أو بمال أو بنصيحة أو بأي حاجة. لكن خلينا في البداية نعرف يعني يوم النتيجة الأهل تستقبل النتيجة إزاي، ونفترض لا قدر الله ابنهم مثلا ما جابش المجموع اللي هم كانوا بيحلموا بيه، في الوقت ده يعملوا إيه؟ طبعا في البداية احنا بنقدر قوي أن نتيجة الثانوية العامة هي الأهم على الإطلاق، ودايما الأسر بتبقى مهتمة بيها جدا. لكن هم في واقع الأمر أن دايما من الأخطاء الشائعة اللي بتقع فيها الأسر أن هم بيصنفوا ابنهم أكاديميا، يعني دون النظر لقدراته العقليه والمعرفيه والفكريه والظروف البيئيه اللي هي ادت للامتحانات. فدايما بيعمل لهم ضغط نفسي، ده بيعمل لهم انكزايتي، بيعمل لهم ديبريشن، بيعمل لهم قلق واكتئاب. صحيح. وده طبعا بيأثر على النتيجه، وبيأثر كمان على قبول النتيجه. فمطلوب مننا كأهل اول حاجه ان احنا ندعم اولادنا مهما كانت النتيجه، وان انا ما دام هو لم يرسب فانا امدحه وكافئه مهما كانت النتيجه. كمان ابتعد عن التوقعات المؤديه للاحباط، يعني ممكن مثلا نلاقي شخص توقعات الاسره اعلى بكتير قوي من مستوى قدرات العقليه بتاعت ابنهم. صحيح. فبالتالي هم بيصابوا باحباط وخيبه امل لما يبصوا يلاقوا ان ابنهم ما جابش الدرجه اللي هم عايزينها. كمان عايز اقول ان احنا نمتنع عن فكره تحقيق احلامنا في اولادنا. هو ده العيب اللي بنقع فيه الحقيقه كلنا، انا كان نفسي اطلع دكتور وما طلعتش، فانا نفسي ابني يطلع دكتور، انا كان نفسي اعمل كذا فما عملتهاش وفشلت، فانا عايز احققها في ولادي. طبعا فدي كلها افكار طبعا مش واقعيه وما بتحصلش، وبالتالي بتؤدي الى صدمه وخيبه امل. طبعا الاصعب من ده كله ان انا اقارن ابني بين الاقارب والاصدقاء واقول له ان ابن خالتك وصاحبك جاب درجات اعلى منك، فطبعا ده بتأدي ان هو كل ده بيصاب بصدمه نفسيه. كمان خلاص اصبح امر واقع ان هو دخل كليه معينه، فطبعا ده هيأثر عليه سلبيا بشده، ان هو يأثر على مستقبله في الكليه اللي هو هيدخلها يعني. تمام، اتكلمنا عن الاهل، نروح للطالب نفسه. الطالب اللي هو ذاكر وتعب واحيانا بيكون برضو لم يحالفه الحظ في الاسئله مثلا، ممكن يكون تعب يوم الامتحان الصبح، ممكن يكون مثلا التصحيح ما كانش برضو كتير من الطلبه نسمعهم يقولوا انا حليت بس الحقيقه انا اتظلمت. فبعد ما عمل كل اللي عليه وبعد ما ذاكر السنه كلها وواصل الصيف بالشتاء مذاكره، طيب في الوقت ده ازاي هو يعرف ان النتيجه دي من عند ربنا، ربنا اكيد خير وصالح واكيد هو بيختار له الحاجه الصح. طبعا بشكرك، لان هو طبعا ربنا خير وصالح وكل اعماله هي خير. طبعا احنا لو قلنا من سمات الشخص الايجابي اول واهم سمتين هو التفاؤل والمرونه.
أنا متفائل إن أنا واثق إن كل الأمور تقول للخير وإن اللي اختاره ربنا ده هو الأفضل ليا، حتى لو أنا مش شايف إن هو الأفضل دلوقتي. تمام. لكن فيما بعد هقدر أشوف إن هو الأفضل، وهقدر أتأكد إن ده أفضل بالنسبة لي. المرونة إن أنا أكون مرن مع نفسي، إن أنا قابل الإخفاق، وقابل إن أنا مثلا أجيب درجات أقل من المتوقعة، وبالتالي ده بيريحني نفسيا. واستعداد النفسي ده مهم جدا. صحيح. إن أنا أجعل ملامحي وأعصابي هادية مهما كانت النتيجة، أقعد مع نفسي وأشكر ربنا وأقول أنا قابل يا رب منك، وبالتالي أنا بعت نفسي لقبول النتيجة. وأعرف يعني معلومة مهمة جدا لكل أولادنا اللي في الثانوية العامة، إنك تذكر جيدا إن كل الكليات جيدة. صحيح. الأساس هو التفوق في الكلية اللي أنت تدخلها، والأساس هو تفوقك وامتيازك أنت كشخص، وليس القيمة في أنت داخل كلية إيه، لأن ممكن الناس تخش أعلى كليات القمة ولكن يبقى مش معروف، ملوش افكت او تاثير في المجتمع. ناس كتيره قوي يا دكتور بيغيروا كارير شغلهم خالص بعد ما يدرسوا، ويدخلوا 4 و5 سنين الكليه وتلاقيهم بعد ما يطلعوا لسوق العمل يشتغلوا حاجه تانية خالص، بيشتغلوا في البيزنس. صحيح. كمان انا عايز اقول لحضرتك ان في ناس كتير قوي دلوقتي بقى الاتيتيود بتاع ان هم بيدخلوا كليات البيزنس والحاجات اللي هي الواقعيه والعمليه، وبداوا يتخلوا عن الافكار بتاعه الجامعات والحاجات دي كلها اللي هي في نظرهم الكليات الطب والهندسه. فالناس بدات تكون واقعيه اكثر، وده تميز بالنسبه للناس اللي هي فاهمه يعني. صحيح صحيح. انا بشكر حضرتك جدا، وبشكر حضرتك على الرساله اللي يا رب كل الاهالي وكل الطلبه يسمعونا النهارده علشان يستقبلوا النتيجه بصدر رحب كده، ويحسوا ان كل حاجه كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. كل الشكر لدكتور امير يوحنا استشاري الصحه النفسيه والعلاقات الاسريه. خلينا نطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنرجع معاكم نبتدي موضوعنا، وازاي ناكل بقى بشكل صحي في الصيف، وازاي نفقد بعض الكيلوغرامات اللي احنا سبناها في فصل الشتاء. لكن بعد الفصل